اسمي محمد شفيع الفهيد المري، طالب كفيف أدرس الإعلام في جامعة قطر. بالطبع احنا كمكفوفين الانترنت يهمنا أكثر من غيرنا، حيث أننا نقدر نعرف إيش آخر التقنيات وآخر البرامج اللي تم تصميمها الخاصة بالمكفوفين. وغير هذا أيضا ممكن التواصل مع الأشخاص من أماكن مختلفة من حول العالم، قراءة الصحف المحلية والعالمية. أنا أستخدم بعض البرامج الناطقة القارئة للشاشة التي يتم تثبيتها على جهاز الحاسوب أو تكون موجودة في أجهزة في الهواتف المحمولة. أستخدم هذه البرامج لتساعدني على التواصل واستخدام الإنترنت كأي شخص عادي. أنا على سبيل المثال أستخدم برنامج الواتساب للتواصل مع أشخاص غير موجودين في المكان الذي أقيم فيه. هذا البرنامج أستخدمه عن طريق يساعدني على استخدام الواتساب برنامج الفويس أوفر الموجود بجهاز الآيفون الخاص بي. إضافة إلى ذلك جهاز البرونتو الذي هو يستخدم في قراءة ما يكون على الشاشة بطريقة برايل، وأيضا في الكتابة. أيضا أستخدم اللابتوب أو جهاز الحاسوب، أستخدم برنامج التويتر مثلا أو برنامج سكايب عن طريق بعض البرامج الناطقة مثل NVDA. وهذه البرامج سهلت علينا كثير من الأمور والمشاكل اللي كنا نمر فيها في استخدام برامج التواصل. والأخبار التقنية التي تخص وآخر ما توصل له من بعض الاختراعات خاصة على صعيد المكفوفين، يعني تخص المكفوفين، من المهم أن تكون المواقع الإلكترونية مهيئة ومتوافقة مع قارئات الشاشة التي يستخدمها المكفوفين. بما أني أحد المكفوفين فسأتكلم عن هذا المجال، خاصة أن هناك بعض المواقع مع الأسف تعتمد في تصميمها على الصور، مما يعني يصعب علينا استخدامها. أو بالإمكان بعض المواقع أسوة بجوجل، وأخص موقع الجيميل، هناك نافذة خاصة بالمكفوفين وهناك نافذة خاصة بالأشخاص العاديين. فالنافذة الخاصة بالمكفوفين طبعا تصميمها جدا مناسب ويمكنك من استخدام الموقع كامل من إلى باستقلالية تامة، فلا نضطر للاستعانة بأشخاص آخرين ونكون أكثر استقلالية في استخدام هذه المواقع. أيضا الصراف الآلي هذا أيضا موضوع آخر. الصراف الآلي بعض الدول المجاورة هناك بعض الصراف يكون فيه ناطق، مثلا إذا أنت كفيف يكون معك سماعات مثلا إيرفونز، وهذه أنا شاهدت مقطع فيها جدا جميل. فيكون بعض الصرافات الخاصة ببعض البنوك يكون في مكان للسماعة، أنت تحط سماعة فأوتوماتيك تسمع الناطق. تستخدم الصراف بكل استقلالية، أنت تسحب تحط الرقم السري، يكون في استقلالية خاصة فيك. يعني الآن صعب أنك تكون كفيف ومعك بطاقة الـ ATM أو الصراف، يكون شخص إن كان السائق أو غيره هو اللي يستخدم لك، ما تحس باستقلالية في الموضوع يعني. فنتمنى أن تتوفر عندنا، خاصة أن هنا الدولة ما شاء الله يعني مهتمة كثير بمجال المكفوفين، يعني هذا شيء يحسب لهم. ونتمنى إن شاء الله على مستوى الصرافات الآلية تطبق هذه الأمور إن شاء الله. وجود سياسة وطنية للنفاذ الرقمي هذا ما كنا نتمناه ونطمح إليه، حيث يكون هناك سياسة معينة تطبق على كل المواقع الموجودة التي يستطيع مجلس إدارة الاتصالات أن يعني يتواصل معها أو مع أصحاب هذه المواقع، حيث أنه يكون فيه يعني توافقية للكفيل. في هناك حل أيضا ممكن إحنا نستخدمه بخصوص الصعوبات اللي نواجهها. نحن لا نطالب بإعادة تصميم الموقع من جديد أو شيء، لا، ممكن يكون فيه إضافة نافذة خاصة بالمكفوفين في الموقع،
تكون خاليه ابدا من اي صور او اي اشكال او اي جرافيكس. يعني مقارنه ببعض المواقع الاخرى، المواقع الالكترونيه بدوله قطر تعتبر نوعا ما افضل من غيرها من المواقع، ولكن لا شك اننا نطمح لان تكون يعني افضل مما هي عليه الان، ونتمنى ان تكون كل المواقع خاصه المواقع الخدميه كوزاره الداخليه مثلا، الحكومه الالكترونيه، نتمنى كل المواقع تكون متوافقه مع المكفوفين، واظن هذا الشيء ان شاء الله ما يكون صعب. يعني في المستقبل اطمح الى ان اكون قادر ليس فقط استخدام الانترنت باستقلاليه كامله، بل وان استطيع انجاز المعاملات الحكوميه عن طريق الانترنت انا بنفسي بدون الاستعانه باي شخص اخر. اضافه الى اني اطمح ان ارى الصرافات اجهزه الصراف الالي متوافقه مع المكفوفين، بحيث ان يتم فيها وضع برنامج ناطق يمكن للكفيف استقلاليه تامه وكامله في استخدام هذا الجهاز، جهاز الصراف. ليس النفاذ الرقمي او الانترنت هو من يمنح الكفيف استقلاليه كامله، استقلاليه كامله تتم الا بتعاون الجميع، تهيئه المباني العامه للمكفوفين. السلام عليكم. هلا والله، هلا فيك استاذ، اخبارك؟ عساك طيب، عساك بخير. والله مع الاسف والله عندي شغله هنا بسيطه، بس ان شاء الله اني اشوفك. الله يسلمك، حياك.